تشارك قطر في المؤتمر الافتراضي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال الذي ينطلق من الكويت بتاريخ 20 الجاري عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي. ويتضمن المؤتمر الذي يستمر 3 أيام 30 محوراً بواقع 10 محاور في اليوم يتحدث فيها أكثر من 220 أكاديمية وخبيراً واستشارية من دول الخليج، بينهم 6 مشاركين من قطر أبرزهم السيد جاسم فخر المشرف العام على موقع علاقات عامة الذي دشنته دار الشرق مؤخراً، حيث يتحدث عن دور الإعلام في دعم منظمة الابتكار وريادة الأعمال. ويعتبر هذا المؤتمر من المبادرات الخليجية التي اطلقتها الدكتورة هنادي المباركي رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية المتخصصة بالابتكار والاقتصاد الرقمي. يضم المؤتمر نخبة من الشيوخ والشخصيات الوزارية والقيادية والمنظمات الاقتصادية والمحلية والإقليمية والعالمية، قطاعات حكومية وخاصة وممارسين وراسمي السياسات العليا واستشاريين وأصحاب القرار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. ويسلط المنتدى الضوء على نموذجين من قطر في محور أفضل التطبيقات العملية لمنظومة الابتكار، هما شذا نبيه من جامعة حمد بن خليفة والمهندسة أيمان الحمد مخترعة وخبيرة أمن سبراني. وفي محور رحلة الرياديين يستعرض محسن الشيخ تجربة مجمع الابتكار للصناعات التكنولوجية، فيما تشارك الأستاذة لاء أبو طاقة من مؤسسة قطر في محور التطبيقات العالمية لمناهج الابتكار في المؤسسات التعليمية.